السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أول مرة في تاريخ المغرب عنده حكومة ضعيفة غير منسجمة تتبلي للعموم أنها منسجمة ولكن ماشي منسجمة لأنه إذا لاحظت فهناك تناقض في التصريحات بين أعضاء الحكومة وكاين كذلك عدم الثقه بين ديك الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة لأنه لا يعقل أن البرنامج ديال الفرصة اللي يكون عند الوزير اللي مكلف بالقطاع ديال التشغيل تيتعطى لواحد الوزيرة اللي مكلفة بالقطاع ديال السياحة، هنا تيبان أن الحكومة غير منسجمة و. ممكن هذه الاغلبيه تنفجر في يوم من الايام البرلمان كذلك اضعف برلمان شاهدوا المغرب منذ اول برلمان في 1963 لانه لا يعقل ان النائب البرلماني اللي عنده واحد الصلاحيه ديال مراقبه الحكومه ويطلعها في الحياة بعدا هو النائب البرلماني حنا تنشوفو نواب برلمانيين جالسين عاطينها على التصفيق كايناش في العالم ان البرلمان فيه التصفيق معناه ميبقاش برلمان ولينا في قاعه مسرح وتنتفرجوا في عروض مسرحيه وتنصفقوا على العرض المسرحي اللي تيعجبنا البرلماني ماشي خصو يصفق وانما خصو يدافع ويشرع ويراقب الحكومة لكن البرلمان الحالي تبان برلمان ضعيف وما هوش في المستوى اسمحوا لي لكم بأنكم ما تتمثلوش كاع المغاربة اللي صوتوا عليكم من هنا تيبان بأنكم عارفين راسكم أنكم الأغلبية دزت بطريقة أو أخرى ومعروف هذه الطرق اما الاحزاب السياسيه نفسها كذلك دون المستوى ما بقاش عندنا الاحزاب السياسيه اللي كنا تنعرفوها لا معارضه ولا اغلبيه بالتنظيمات الموازيه ديالها الشبيبات فين هما الشبيبات الشبيبه الاتحاديه الشبيبه الاستقلاليه الشبيبه ديال التقدم الاشتراكية اللي كنا تنعرفوا زمان اصبحت الشبيبه تدير ليا الغناء والنشاط في الوقت اللي هاد الشبيبه اللي خصها تكون مع المجتمع مع المواطن في التاطير والتكوين اصبحنا في احزاب سياسيه عباره عن دكاكين تفتح كل خمسه او ست سنوات خلال الانتخابات ومن بعد تغلق ابوابها ويصبح الزعيم يغير القانون الاساسي من اجل تمديد ولايته فلا اظن ان بهذه الطريقه هذه بهذه الاحزاب هذه بهذا البرلمان هذا بهذه الحكومه هذه غادي نمشي بالمغرب إلى الأمام فأخاف لأن الاحتقان وصل واحد درجة لا تتصور الغلاء في الأسعار الغلاء في كل شيء الفساد أصبح مقنن ولا أحد تحارب هاد الفساد ولا تقوم بالإجراءات الزجرية ضد هاد الفساد والضحايا ديالو هم المواطنين لا في الداخل ولا في الخارج فعلينا أن نتعبأ من أجل مغرب قوي من أجل مغرب ديال المؤسسات من أجل مغرب للأجيال القادمة وتنتمنى أن الأجيال القادمة ما تقوم بالتأدية ديال الديون ديال هاد الجيل هذه وديال هاد الحكومات هادي والحكومات السابقة فالديمقراطية والتأطير هم عماد دولة قوية و انفراز سياسي ضروري حتى نديرو اليد في اليد ون للقدام كاين مجموعه ديال الدول اللي البارح كانت فيها حروب اهليه م... الان اصبحت من الدول الرائده وتنتكلم انا على الدول الافريقيه لان يعني اقارن المغرب بالدول الافريقيه بما انه ما زال في افريقيا وما زال من العالم الثالث